مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. الرياضيات لازلنا في الوحدة الأولى، وسنتعرض في هذا الفيديو إلى درس جديد عنوانه ضرب الأعداد النسبية. قبل البدء كالعادة سنتحدث عن القيمة الأسبوعية. القيمة الأسبوعية لهذا الأسبوع هي الإيثار. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سنبدأ لنحقق الهدف التالي: أن يتمكن الطالب من خلال هذا الدرس من إيجاد ناتج ضرب عددين نسبيين. وسنراجع أهم ما ورد في درسنا الماضي. أوجد ناتج العملية التالية: سالب 5 ضارب 7. نلاحظ أعزائي الطلاب أن هذه عملية ضرب لعددين مختلفي الإشارة، وبما أنهما مختلفي الإشارة فالناتج سيكون سالبا. نعم، فالناتج سيكون سالبا. إذن الخيار الثاني هو الإجابة الصحيحة. نمر بعد ذلك للمثال الموالي: أوجد الناتج التالي: سالب 8 ضارب سالب 9. في هذه الحالة لدينا عملية ضرب لعددين متشابهين في الإشارة، كلا العاملين في هذه الحالة هو عدد سالب، وسالب ضارب سالب الناتج سيكون موجب. نعم، الناتج. إذن الخيار الثالث هو نواصل مع الأمثلة وضرب الأعداد الصحيحة: سالب 15 ضارب بين قوسين سالب 9 زائد 5. نلاحظ أن في العبارة العددية التالية لدينا أقواس، وبالتالي سنبدأ العملية أو حلها أو إيجاد ناتجها من خلال فك الأقواس. طبعا سالب 9 زائد 5 سنتذكر من خلالها جمع عددين صحيحين مختلفي الإشارة، ناتجها سيكون سالبا لأن القيمة المطلقة للعدد السالب أكبر من القيمة المطلقة للعدد الموجب، يعني في المحصلة سيكون لدينا سالب 4، وتصبح العملية مساوية لسالب 15 ضارب سالب 4. إذن تلاحظون أن عدنا إلى ضرب عدد سالب في عدد سالب، وبالتالي الناتج سيكون موجب. المثال الموالي سنتناول من خلالها القيمة المطلقة. ننتبه جيدا: سالب 9 ضارب القيمة المطلقة لسالب 11. إذن نحن أمام حالة عدد سالب ضارب ماذا؟ ضارب عدد موجب. نعم، لأن القيمة المطلقة موجبة دائما، وبالتالي سالب 9 ضارب 11 والناتج سيكون سالبا. سنمر الآن إلى المثال الأول صفحة 46 ونتابع. سنتناول من خلاله ضرب عدد سالب في عدد نسبي موجب. نلاحظ التمرين والصورة المرافقة له: ينزل سالم ومطر من قمة أحد الجبال، ما مقدار التغير في ارتفاع مطر؟ علما وأن مقدار التغير في ارتفاع مطر يساوي 3.5 أمثال مقدار التغير في ارتفاع سالم. وكما تشير الصورة فإن مقدار التغير في الارتفاع سالم هو سالب 1.2 متر. إذن سنحاول معا إيجاد مقدار التغير في ارتفاع مطر
لأجل ذلك سأستعمل في مرحلة أولى خط الأعداد لتمثيل مقدار التغير. تابعوا جيدا هذا الخط الأعداد الذي تلاحظونه على الشاشة. سأعبر عن مقدار تغير سالم بثلاثة 0.5 أمثال مقدار تغير سالم. وكم كان مقدار تغير سالم؟ إذا سالب 1.2 متر. سأمثلها في مرحلة أولى على خط الأعداد. إذا أنا محتاج إلى 3 أمثال في مرحلة أولى، ثم سأضيف لها نصف هذا المقدار. تابعوا جيدا، إذا هذه الضعف، ثم 3 أمثال، ثم سأضيف 0.5 أو 0.5، يعني نصف المسافة، وهو ما يقدر بسالب 0.6. إذا لو نجمع جميع المقادير لنجد المقدار الجملي للتغير في ارتفاع مطر، سنجد التالي: مقدار التغير في ارتفاع مطر هو سالب 4.2 متر. نتابع أيضا، بإمكاني أن أجد حلا للنشاط باستعمال قوانين وخاصيات عملية الضرب، ونتابع التالي. سأستعمل الآن قواعد الضرب لإيجاد مقدار التغير في ارتفاع مطر. إذا بما أن مقدار التغير في ارتفاع مطر يساوي 3.5 أمثال مقدار التغير في ارتفاع سالم، فبإمكاني التعبير عن ذلك بعملية الضرب التالية: 3.5 ضارب سالب 1.2 الذي هو مقدار التغير في ارتفاع سالم. الناتج سيكون سالبا، لماذا؟ لأن لدينا عدد موجب ضارب عدد سالب، والناتج سيكون سالب 4.2 متر. سأعمم الآن. تنطبق قواعد ضرب الأعداد الصحيحة على كل الأعداد النسبية، يعني مثل ما استنتجنا ذلك بالنسبة للأعداد الصحيحة، سيقع التعميم الآن لمجموعة الأعداد النسبية. إذا عند ضرب عدد موجب ضارب عدد سالب، فالناتج سيكون عدد سالب، وستكون هذه القاعدة أيضا صحيحة في مجموعة الأعداد النسبية. عزيزي الطالب، الآن المجال مفتوح أمامك لتحاول حل هذا النشاط، فأوقف الفيديو وحاول أن تحل. سأقرأ نص التمرين: يسحب من رصيد سلمى المصرفي 9.95 ريالا قطريا شهريا مقابل اشتراكها في صحيفة على الإنترنت. كيف يمكنك تمثيل مقدار التغير في رصيدها المصرفي بعد 3 أشهر من بدء سحب الدفعات؟ قليلا ثم نحاول أن نحل باعتماد عمليات الضرب والربط مع المثال السابق. شكرا على المحاولة. إذا نتابع معا. سأستعمل في مرحلة أولى خط الأعداد. سيكون لدي سحب مقداره 9.95. بما أن العملية عملية سحب، فستكون لدي 3 مجموعات من كم؟ من سالب 9.95. عبرت عن العدد بإشارة سالبة لأن العملية عملية سحب. بإمكاني أيضا أن أحولها إلى عملية ضرب، ويصبح لدي التالي: 3 ضارب سالب 9.95، والناتج سيكون سالب 29.85. نلاحظ جيدا أعزائي الطلاب أننا ضربنا عددا موجبا في ضارب عدد نسبي سالب، والناتج كان عددا نسبيا سالبا. إذن موجب ضارب سالب يعطيني ناتج سالب. إذن بعد 3 أشهر يصبح مقدار التغير في رصيد حسابها سالب 29.85 أو سالب 29.85.
المثال الثاني الآن والصفحة 47. سأحاول من خلال هذا المثال تعلم كيفية ضرب عدد موجب في عدد نسبي سالب. المطلوب أوجد ناتج ضرب سالب 5 تقسيم 6 في 2 تقسيم 5. في مرحلة أولى كالعادة سأستعمل خط الأعداد لفهم المثال أكثر ومحاولة حله. سأمثل في البداية القيمة السالبة سالب 5 تقسيم 6، ثم سأوجد خمسين يعني 2 تقسيم 5 من ذلك الطول. تابعوا جيدا على الشاشة الآن، لدي خط أعداد. قمت بتقسيم المنطقة من 0 إلى سالب 1 إلى 6 أجزاء. لماذا 6 أجزاء؟ لأن المقام في الكسر الاعتيادي الأول 6. كم جزء سأخذ؟ إذن سأخذ 5 أجزاء في الاتجاه السالب. لماذا؟ لأن في البسط لدينا سالب 5. أعيد، إذن في مرحلة أولى قمت بتقسيم الجزء من 0 إلى سالب 1 إلى 6 أجزاء. أخذنا 5 أجزاء في المنطقة السالبة دائما لأن البسط هو عدد سالب، وبالتالي قمت بتمثيل الكسر الاعتيادي سالب 5 تقسيم 6. الآن سأخذ خمسي هذه المنطقة، يعني من 5 أجزاء المتبقية سأخذ 2. تابعوا جيدا الأسهم، السهم الأحمر هو سالب 5 تقسيم 6، ثم خمسي هذا الطول هو السهم الملون بالأزرق. بإمكاني طبعا أن أعبر عن ذلك بعملية ضرب، ويصبح لدي التالي: سالب 5 تقسيم 6 ضارب 2 تقسيم 5 يساوي، سأضرب البسط في البسط والمقام في المقام. بإمكاني الحصول على 10 تقسيم 30، أو من البداية يمكن أن أختصر بخمسة في البسط وخمسة في المقام، ويصبح لدي مباشرة سالب 2 تقسيم 6 التي بدورها سأكتبها في أبسط صورة باختصار كل من البسط والمقام بعد قسمتهما على 2، يتحصل على سالب 1 تقسيم 3. تابعوا، سأستعمل الآن قواعد الضرب لإيجاد الناتج. لدينا سالب 5 تقسيم 6 ضارب 2 تقسيم 5. سأضرب البسط في البسط والمقام في المقام، لأن عملية الضرب في الكسور الاعتيادية أو في الأعداد النسبية لا تحتاج توحيد المقامات، مجرد ضرب بسط الأول في بسط الثاني ومقام الأول في مقام الثاني. سأتحصل على النتيجة التالية: سالب 10 تقسيم 30. الآن بإمكاني كتابتها في أبسط صورة بعد قسمة كل من البسط والمقام على 10، والناتج سيكون كالعادة سالب 1 تقسيم 3. الآن سأحاول تطبيق فهمي للمثال السابق من خلال التدريب أو النشاط التالي. أوجد ناتج العمليات التالية. عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وحاول أن تحل اعتمادا على ما تعلمته من المثال السابق. شكرا على المحاولة، نتابع الحل على الشاشة الآن. كالعادة سأضرب البسط في البسط والمقام في المقام، يكون لدي 6 ضارب سالب 4 تقسيم 10 ضارب 8، وبالتالي الناتج سيكون سالب 24 تقسيم 80. بإمكاني أن أختصرها في أبسط صورة، ويصبح لدي سالب 3 تقسيم 10. المثال الثاني: في مرحلة أولى سأحاول كتابة الكسر العشري 0.2 في شكل بسط ومقام. كيف ذلك؟ نتابع. نعم، 2 تقسيم 10 ضارب نفس الشيء بالنسبة للكسر العشري الثاني، سأحوله لكسر اعتيادي مقامه 100 لأنه لدي رقمين بعد الفاصل. في المحصلة يصبح لدي 2 تقسيم 10
ضارب سالب 178 تقسيم 100 سأضرب كالعادة البسط في البسط والمقام في المقام. في المحصلة يصبح لدي سالب 356 تقسيم 1000. تحصلت على عدد سالب بعد ضرب عدد موجب بعدد سالب، وعند ضرب عددين مختلفي الإشارة فالناتج سيكون حتما عددا سالبا. يمكنني الآن أن أحولها إلى كسر عشري، نعم سالب 0.356. إذن نواصل بعد ذلك مع المثال الثالث والأخير، صفحة 47. سنتناول من خلاله كيفية ضرب عدد سالب في عدد نسبي سالب. لدينا المطلوب التالي: أوجد ناتج ضرب سالب 0.3 في سالب 11 تقسيم 30. لو تلاحظون أن عملية الضرب المطلوب إنجازها هي لعددين سالبين، سأضرب عددين سالبين، ورد أحدهما في صورة كسر اعتيادي في حين ورد الثاني في شكل كسر عشري. نتابع الحل. في البداية سأحاول إعادة كتابة العملية، سيصبح لدي التالي: سالب 0.30 ضرب سالب 11 تقسيم 30. سأحاول في مرحلة أولى إعادة كتابة الكسر العشري في صورة كسر اعتيادي، ويصبح لدي التالي: سالب 3 تقسيم 10 ضرب سالب 11 تقسيم 30. كالعادة الآن نمر إلى ضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام. نتأمل جيدا البسط، لدينا عملية ضرب لعددين سالبين، الناتج سيكون موجب. شكرا لكم. إذن سيصبح لدي 33 تقسيم 300. بإمكاني أن أحولها إلى كسر عشري 0.11. إذن ناتج الضرب يساوي 11 من 100 أو 11 تقسيم 100، أو يمكن كتابتها في شكل كسر عشري 0.11. سأعمم هذا على مجموعة الأعداد النسبية. إذن تنطبق قواعد ضرب الأعداد الصحيحة على كل الأعداد النسبية، حيث أن ضرب عدد سالب ضارب عدد سالب يكون الناتج موجب. عند ضرب عدد نسبي سالب ضارب عدد نسبي سالب سيكون الناتج عددا موجبا. الآن المجال أمامك يا عزيزي الطالب لتحاول أن تطبق فهمك للنشاط أو للمثال 3 من خلال الجزئيتين A و D. أوقف عزيزي الطالب الفيديو وحاول أن تحل. شكرا لكم على المحاولة، ونتابع الحل معا على الصبورة. المثال الأول: أعدت كتابة العملية مع تغيير الكسر العشري في صورة كسر اعتيادي. لاحظوا غيرت سالب 5.3 إلى سالب 53 تقسيم 10. نفس الشيء غيرت الكسر العشري الثاني في صورة كسر اعتيادي. ضرب الكسور الاعتيادي هو ضرب البسط الأول في بسط الثاني ومقام الأول في مقام الثاني، بالتالي سأتحصل على الناتج التالي. في البسط إذن لدينا سالب 53 ضارب سالب 26 ضارب عددين سالبين، ناتجهما سيكون موجب. وبالطبع في المقام 10 ضارب 10 ستعطينا 100. بإمكاني أن أحول هذا الكسر الاعتيادي إلى كسر عشري، ويصبح لدي 13.78. سأجري نفس الشيء مع المثال الثاني. في مرحلة أولى سأغير العدد العشري إلى كسر اعتيادي، من كسر عشري إلى كسر اعتيادي، سيصبح لدي التالي: سالب 25 تقسيم 10 ضارب سالب 7 تقسيم 10.
بضرب بسط الأول في بسط الثاني وضرب مقام الأول في مقام الثاني يصبح لدي سالب 25 ضارب سالب 7، وهي عملية ضرب لعددين صحيحين سالبين ناتجهما موجب. نعم، بإمكاني بعد ذلك أن أكتبها في صورة كسر عشري 1.75. لو أردت الآن أن ألخص الدرس سيكون التالي: الملاحظة الأولى، تنطبق قواعد ضرب الأعداد الصحيحة نفسها على ضرب كل الأعداد النسبية، يعني كل القواعد التي تحققنا منها مع الأعداد الصحيحة تظل نفسها قائمة الذات في مجموعة الأعداد النسبية. نوضح أكثر: عند ضرب عددين نسبيين، في الحالة الأولى إذا كانت إشارة العاملين متماثلتين يكون ناتج الضرب موجبا، يعني إذا كان كلا العاملين موجبين أو كلا العاملين سالبين فإن ناتج الضرب سيكون موجبا. في الحالة الثانية إذا كانت إشارة العاملين مختلفتين سيكون ناتج الضرب في هذه الحالة سالبا، بمعنى إذا كان أحد العاملين موجبا والثاني سالبا أو العكس، الأول سالبا والثاني موجب، فالناتج الضرب سيكون حتما عددا سالبا. لا ننسى أعزائي الطلاب حل الواجب المنزلي الموجود الآن على الشاشة. شكرا لكم على المتابعة. إلى هنا ينتهي درسنا، وإلى لقاء قريب مع درس جديد من دروس الرياضيات. دمتم في رعاية الله وحفظه.